الغلاء يتأهب لالتهام الفقراء، وعد سياسي بتقديم حصة نفطية لتعويض بؤس التموينية. لو كان الفقر رجلاً لقتلته، عبارة عظيمة تنسب للإمام علي بن أبي طالب، وبيها تتلخص أهم مشكلة تصادف المجتمعات وتطيح بالدول. شنو اللي ذكرنا بيها؟ خلونا نشوف. الموضوع فجر السيد مقتدى بتغريدة البارحة، وبدأها بالقول إنه استدعاء وزير المالية للبرلمان للسؤال عن سعر الصرف وأزمة الأسعار غير كافي، ولازم تكون هناك إجراءات عملية مثل زيادة مفردات الحصة التموينية ودعم الفلاح والبضاعة المحلية ومراقبة الأسعار وتوزيع حصة تموينية خاصة بشهر رمضان. وكرر مطالبته بتخصيص حصة من النفط لكل عراق. بالنسبة لمشكلة الفقر وانخفاض مستوى الدخل، أرقام وزارة التخطيط تحكي عن ارتفاع بمؤشر التضخم بنسبة 5% بسبب خفض قيمة العملة، في حين زادت نسبة الفقر ووصلت إلى 27%، وهذا معناه وجود ما لا يقل عن 10 ملايين فقير حالياً بالبلد. طبعاً ارتفاع الأسعار هي المشكلة الأهم حالياً، وجزء منها أسبابها داخلية وجزء خارجية. الداخلي صار نتيجة خفض قيمة العملة، أما الخارجي فبسبب جائحة كورونا وحروب أوكرانيا اللي قطعت طرق التجارة. وكالعادة وزارة التجارة فشلت بمواجهتها، وكان عذرها هو عدم تخصيص الحكومة للأموال اللازمة. اي نعم، ما خصصوا أموال للقمح والسكر والزيت، رغم أنه بس بالشهر الماضي العراق بايع نفط ب8 مليار دولار. الآن بغض النظر عن كل شيء، واضح أنه وزير المالية علي علاوي فرض رؤيته الاقتصادية خلال السنتين المضن، قدم ورقة إصلاحية بها أفكار جيدة، بس مع هذا الأمور بخواتيمها، وواضح أنه الختام لم يكن مسكاً بملف الفقر وحماية الشرائح الضعيفة. الوضع من سيء إلى أسوأ، والإصلاحات اتضح أنها حبر على ورق بدليل تفجر عشرات الأسئلة بعد سنتين من حكومة الكاظم. شنو اللي سوت الإصلاحات المزعومة؟ هل أحيت الصناعة؟ هل حمت الزراعة؟ هل وفرت فرص عمل للعاطلين؟ هل حررت المنافذ الحدودية من هيمنة الأحزاب؟ هل خففت الروتين والبيروقراطية اللي مدمر الاستثمار ومهزم المستثمرين؟ ماذا فعلت هذه الإصلاحات الغريبة؟ بموازاة هاي الأسئلة اللي يسألها الخبير، المواطن الفقير أيضاً يسأل. أنتوا قلتوا قبل سنتين ما عندنا فلوس لأنه أسعار النفط وصلت ل30 دولار. زين، لما ارتفعت الأسعار وعبرت 120، الفرق بالمبيعات بين سعر السوق والسعر اللي اعتمدتوه بالموازنة وين صار؟ عندكم رؤية استراتيجية واضحة لتوظيفها للتخفيف عن كاهل الشرائح الفقيرة؟ لو المليارات راح يروحن مثل ما راحن غيرهن. بالنتيجة، إذا أردنا نحكي عن الملام بهذا الفشل، فصعب نلوم الحكومة وحدها. المشكلة أكبر وتكمن بالمنظومة السياسية اللي تحمي الفساد. مستحيل يصير إصلاح حقيقي بهيج بيئة.
بيئة فاسدة وقوى تتصارع على السلطة ومغانمها. أي بطران هذا اللي يتوقع منها تنتبه للفقير؟ نجي للخلاصة. المقولة اللي بدينا بيها عظيمة: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. لكن اللي قدامنا إن القوة السياسية الحالية تسوي العكس. هاي القوة هي اللي تحمي الفقر، لأن وجوده يعني دوام مصالحها. وهي هاي المعادلة: لو كان الفقر رجلاً لحميته مو قتلته. وعذراً للإمام علي، الجماعة غير مؤمنين بمقولاتك، بس أنا أشهد الجماعة الطامة 10 من 10.